طيب هي كده هي وجارتها آثمين في هذا الحديث؟ اه طبعا آثمين، وعليهم كمان ان هم يستغفروا ويتوبوا. التوبة هنا تكون ازاي بقى؟ التوبة بان هم اولا يندموا على هذا الفعل ويعرفوا ان هم ارتكبوا يعني اثم عظيم. تاني حاجة ان هم يعزموا على عدم الرجوع اليه ابدا. يعني لو كان حد من اهلها عرف ان هم بيتكلموا عنها او ان هم خاضوا سيرتها يستبرئوا ذمتهم منهم ويطلبوا منهم السماح. طيب هنا بقى في سؤال تاني، هي احنا قلنا دي علشان توفاها الله، انا هنا لو السيدة لسه عايشة وانا بتكلم كلام ضمني مش مباشرة زي ما كنا بنقول، هنا كده انا بدخل في السب والقصف او قصف المحصنات؟ يعني خلينا نفرق ما بين السب والقصف. نعم. القصف هو اللي بيستوجب الحد، اللي هو الجلد 80 جلد، وهو ان الانسان بيكون قاصد به الخوض في الاعراض. السب حاجة تانية، هو طبعا جريمة ومنهي عنه وكل شيء وفسق ايضا، لكن مش هو اللي هيستلزم الجلد 80 جلد. نعم. فلو هي لو الانسان اللي بيسب او بيقذف يقصد بسبه ده الخوض في الاعراض فبيشمله نفس حكم القصف. يعني انا لو بتهمها في شرفها او فاحشه يبقى انا كده قذفت محصنات. يبقى هو ده القصف. حتى ولو كان تلميحا، لان القصف بيكون صراحه وضمنيا. طيب انا هنا لو معايا دليل ان الست دي ست مش كويسه، المفروض ان انا اسكت ولا بتكلم؟ وانا كده لو اتكلمت بدخل في اطار القصف ولا لا؟ ايه هو الدليل؟ الدليل اللي الشرع اباح للانسان ان هو يتكلم فيه في المساله دي ان يكون 4 شهود. طب لو 3؟ الـ3 يجلدوا. 4 شروط؟ 4 شهود. شهود على وقوع الفاحشه دي. وعلى ان الست اللي احنا بنتكلم عنها حصل منها الفعل المنهي عنه ده، او وقعت منها الفاحشه. لو في 3 شافوا والـ3 اتكلموا، شرعا الـ3 يقام عليهم الحد. يعني الـ3 يتم جلدهم 80 جلده، ولا تقبل شهاداتهم ابدا، ويتهموا بالفسق في المجتمع.